السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. كلنا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية في ال4 سنوات الماضية يعني بدأت تتخبط في العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها ارتفاع الأسعار، بما فيها ارتفاع تكلفة المعيشة، بما فيها ارتفاع التضخم، بما فيها يعني أكاذيب الحكومة الحالية بخصوص الأرقام الرسمية الخاصة بانخفاض التضخم، ارتفاع سوق العمل وغيرها من الأمور. الأمريكيون غاضبون على يعني الحكومة الأمريكية الحالية، حكومة جو بايدن. الأمريكيون غاضبون من قيام الكونغرس الأمريكي بإرسال الملايين من الدولارات إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. آخر قرار اتخذه رئيس مجلس النواب وهو التصويت وإرغام الرئيس الأمريكي على إرسال دفعات من السلاح إلى إسرائيل في حربها على يعني غزة. لكن هناك شخص مواطن أمريكي مؤخرا شاهدته على موقع تويتر نشر فيديو يتحدث فيه على اقتراح 5 قواعد لإصلاح الكونغرس. هذه القواعد حينما شاهدت هذا الفيديو أعتقد شخصيا أنه يجب تطبيقها على جميع دول العالم. فالآن سوف أشرح لكم ما هي هذه القواعد، وفي الأخير ضعوا تعليقاتكم وآرائكم. هل تعتقدون أن هذه القواعد إذا تم تطبيقها حتى في دولنا العربية هل سوف تكون في مصلحة المواطن العربي أم لا؟ من بين القواعد الأولى، القاعدة الأولى، وتتعلق بما يطلق عليه بالترم ليميت، بمعنى المقعد لفترة محددة. كما تعلمون أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قانونيا يمكنه أن يصبح رئيسا لدورتين، يعني 8 سنوات. مثلا أوباما حكم أمريكا ل8 سنوات، مثلا بيل كلينتون حكم الولايات المتحدة الأمريكية ل8 سنوات، لدورتين مثلا متتاليتين. فهذا الشخص اقترح أن يكون هناك دورتين، أو يتم تحديد تيرم ليميت للنواب أو المستشارين في الكونغرس الأمريكي، وعليهم بعد تلك الدورتين مغادرة المقعد وإعطاء فرصة أخرى لدماء جديدة. لماذا الحديث على هذا؟ الحديث على هذا لأن هناك أناس في الكونغرس الأمريكي يعني منذ 40 سنة أو أكثر. مثلا ناخذ على سبيل المثال مستشار عن ولايه ايوا، سنه 88 سنه، يعني في الكونغرس منذ عقود. نتحدث على زعيم الاقليه الجمهوريه في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل، اعتقد انه منذ ثمانيه القرن الماضي، وهكذا. فهذا الشخص اقترح ان يكون هناك تيرم ليميت، او المقعد لفتره محدده فقط، مثل رئيس الولايات المتحده الأمريكية. الآن القاعدة الثانية التي تحدث عليها هذا الشخص، وهي التي تتعلق بالدخل. فبالنسبة لهذه النقطة اقترح هذا الشخص أن المستشارين الأمريكيين، يعني أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب، عليهم الحصول على متوسط الدخل في الولاية التي يمثلونها. مثلا أنت مستشار عن ولاية فلوريدا، نائب عن ولاية فلوريدا، يجب أن تحصل على متوسط الدخل في ولاية فلوريدا. أنت مستشار أو نائب عن ولاية أيوا، يجب أن تحصل على متوسط الدخل في ولاية أيوا. إذا كان هؤلاء المسؤولين لا يرغبون في أو يرغبون في رفع رواتبهم، فعليهم أولا الرفع من الحد الأدنى للأجور لساكنتهم، لأنه يجب عليهم كممثلين لهذه الولاية الدفاع على حقوق المواطنين في هذه الولاية. وإذا كان المواطنون في هذه الولاية التي يمثلونها في الكونغرس غير راضون على رواتبهم، فيجب الدفاع على رواتب هؤلاء المواطنين قبل أن يطالبوا هم أنفسهم بالرفع من مدخولهم. فهذا هو الأمر الثاني الذي اقترحه هذا الشخص، وهو أنه أي شخص نائب برلماني أو مستشار في مجلس الشيوخ يجب عليه أن يحصل على متوسط الدخل الذي يعيش عليه مواطن تلك الساكنة، وأنه في حالة راغبة في رفع راتبه عليه أن يرفع الحد الأدنى للأجور في تلك الولاية في نفس الوقت. الآن ننتقل إلى القاعدة الثانية، والتي تتعلق بوضع السفر والرحلات الجوية لأعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا الشخص اقترح
أنه عوض أن يتم صرف الملايين أو آلاف الدولارات على رحلات مكوكية لهؤلاء الأعضاء، يعني مثلا عضو أو برلمان نائب برلماني في مجلس النواب الامريكي او عضو في الكونغرس في مجلس الشيوخ الامريكي عن مثلا ولايه كاليفورنيا، عن ولايه واشنطن، عن ولايه اريزونا، عوض ان يقوموا برحلات مكوكيه اسبوعيه او شهريه تكلف ملايين او الاف الدولارات من جيوب دافع الضرائب الامريكيين من اجل فقط الحضور الى جلسات في واشنطن دي سي في مبنى الكابيتول. لماذا لا يقوم هؤلاء مع التكنولوجيا الحديثه الان التصويت على مقترحات في الكابيتول من ولاياتهم من مكاتبهم في تلك الولايات، وعدم عوض السفر من ايوا، السفر من كاليفورنيا، السفر من فلوريدا الى واشنطن دي سي للتصويت على بعض القوانين؟ لماذا لا يتم الاعتماد على التقنيات الحادثة الان كالزوم كغيرها من التطبيقات والتصويت عن بعد على هذه القوانين وادخار الأموال الحكومية عوض صرفها على بعض الرحلات؟ كذلك يدخل في هذا النطاق الحد من تمويل الرحلات الخارجية لبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي والتي تدفع من جيوب دافعي الضرائب، وأنه إذا كان هناك نائب برلماني أو عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يرغب في السفر خارج الولايات المتحدة الأمريكية فعليه دفع تلك أقساط تلك الرحلات من جيبه وتمويلها من جيبه عوض جيوب الأمريكيين. بالنسبة للقاعدة الرابعة التي تحدث عليها هذا الشخص والمتعلقة بتمرير المشاريع القوانين، يعني في حزمة كلية، فهذا الشخص يقترح أنه يجب تمرير مشاريع قوانين محددة موحدة. يعني مثلا هناك مشروع قانون لتمرير دعم لأوكرانيا، فيجب أن يكون هناك مشروع واحد يتم التصويت عليه من طرف أعضاء مجلس النواب ومن طرف أعضاء مجلس الشيوخ، ولا يجب أن يتم إدماج هذا الأمر مع أموال ترسل إلى تايوان، مع أموال ترسل إلى إسرائيل، مع أموال ترسل إلى بعض الدول الخارجية، مع أموال تخصص لبعض المشاريع وعملية الإنفاق على برامج حكومية الأمريكية. هذا الشخص يقترح أن يكون هناك برنامج واحد يتم التصويت عليه، بعد ذلك يتم تقديم لمشروع آخر، وأنه يجب أن يكون القانون أو مشروع القانون الذي يراد التصويت عليه أن يكون في صفحات قليلة حتى يتمكن أعضاء الكونغرس من قراءة تلك الصفحات، ويعني مثلا النقد إذا كانت هناك أمور يجب النقد فيها. لأنه مثلا في الحزم المالية التي تم تمريرها منذ ظهور الوباء لحد الآن هناك العديد من مشاريع القوانين التي تصل إلى 1000 صفحة، 1500 صفحة، وهناك وقت قليل يعني ساعات قليلة يجب على أعضاء الكونغرس التصويت على تلك المشاريع، بمعنى أن هناك حالات لأعضاء الكونغرس لم يتمكنوا حتى من قراءة 10 صفحات وطلب منهم مثلا التصويت بسرعة على تلك المشاريع بما فيها مشاريع إنفاق حكومي لتجنب الإغلاق الحكومي. فأعضاء الكونغرس كانت لديهم ساعات يجب عليهم التصويت لتجنب الإغلاق الحكومي أو دخول الحكومة الأمريكية في إغلاق. فهذا الشخص يقترح أن يكون هناك مشروع قانون واحد وأن تكون هناك صفحات قليلة حتى يتمكن أعضاء الكونغرس من قراءة ذلك المشروع والتصويت عليه. القاعدة الخامسة التي أختم بهذا الفيديو والتي اقترحها هذا الشخص، وهو أنه في حالة قيام أي نائب في مجلس النواب الأمريكي أو أي مستشار في مجلس الشيوخ الأمريكي وتحدث إلى الإعلام يجب أن يتحدث تحت أداء القسم، وأنه في حالة ما ثبت لاحقا أن جميع تصريحات هذا النائب أو هذا المستشار في مجلس الشيوخ ثبت أنها كانت أكذوبة على الإعلام الأمريكي، على الشعب الأمريكي، على يعني الكونغرس الأمريكي، فيجب أن توجه تهم إليه لأنه تصريحاته جاءت تحت أداء القسم وكان هناك تلاعب ب يعني عقول المواطنين الأمريكيين والإعلام الأمريكي وحتى الساسة الأمريكيين، وفي الأخير يجب في حال توجيه التهمة إليه إزالته من منصبه إلى
الأبد. ففي الأخير هذه فقط كما قلت خمسة مقترحات اقترحها هذا الشخص. تصوروا هذه المقترحات لو طبقت في الولايات المتحدة الأمريكية ولو طبقت حتى في بلداننا، لكم الحكم في الأخير. ما هو تعليقكم على مثل هذه النقاط التي اقترحها هذا الشخص؟ والهدف منها كما قلت هي إصلاح الكونغرس الأمريكي. شكرا لكم، والسلام.